بعطريه على احلى اذاعه مزاج اف ام. اليوم رح نحكي عن متحف الاطفال اللي عم بيحتفل بمرور 15 سنه على تاسيسه. هذا المتحف اللي يعني فعلا عم بخرج او عم بكون فيه تجارب جميله، عم بكون فيه معارض جميله، عم بيعلم الاطفال من خلال اللعب. لنحكي اكثر عن متحف الاطفال معنا المدير العام للمتحف سوسن الدلقس. سوسن اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بنحكي لكم كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. شكرا. مبسوطين بوجودك معنا اليوم بعطري لنحكي عن العيد ال 15. اول شيء متحف الاطفال، من وين اجت الفكره؟ اجت فكرته برؤيه من جلاله الملكه رانيا العبد الله المعظمه، انه كانت حابه انه يكون في مساحه لاطفال الاردن اللي تختلف عن كل شيء ثاني، تدعم العمليه الرسميه التعليميه الرسميه بس بنفس الوقت بطرق غير رسميه، انه الطفل عم بيتعلم وهو مستمتع وهو عم بيلعب زي ما تفضلت بالاول. فهي بدت هيك بفكره، وكان في عمل دؤوب قبل ما يفتتح المتحف يمكن اكثر من 5-6 سنوات في التحضيرات له. يعني احنا نحكي على 21 سنه يعني. بالضبط، اذا بدك ترجع هالقد بالوقت مزبوط. كان في فريق حرام عم بيشتغل بجهد مش طبيعي للتاسيس، للتصميمات، تصميم المعروضات، كل هالاشياء هاي. والحمد لله كان الافتتاح ب 2007 ومن وقتها واحنا ماشيين. طب اليوم المعارض التعليميه اللي انعملت بالتفاعليه خلينا اللي انعملت بالمتحف، شو المجالات اللي ضمتها؟ كيف بيتم يعني الاختيار كمان المواضيع اللي موجوده؟ هلا اهم شيء انها اول ما تاسس المتحف كان هو انها مربوطه بالمناهج. يعني في طرق مباشره وفي طرق مباشره، اللي فمثلا عندنا معروضات عن جسم الانسان، الفضاء، الضوء والعدسات. والحلو فيها انه الطفل بيتفاعل معها وهو عم بيتعلم، بس هو ما بيعرف انه عم يتعلم، هو عم بيلعب. وهي هاي اثبتت الدراسات انها احسن وسيله، لانه المعلومه تضلها بعقل الطفل لفتره طويله، فهو عم بياخذ النظري في المدرسه وعم بيطبقه عنا بطريقه يعني عمليه. التساؤلات اللي ممكن يسألها لأمه وأبوه بالبيت عن الفضاء عن كذا ممكن يلاقي أجوبتها. وفي معلمات مرات بيحجزوا ليجوا عنا على المتحف، بتكون مثلا معلمة عم بتدرس عن الآلات عن الفضاء، فبتيجي لتستخدم المتحف كمختبر علمي لإلها. وهذه المعلمات بحترمها كتير لأنه بيستخدمونا كوسيلة. فهي في هاي المواضيع كمان، بس كيف بالإضافة لذلك في المهارات الحياتية اللي بنشتغل عليها برضو، في معروضات بتغطي هذا الجانب، يعني اللي هو لعب الأدوار. فممكن فيه بالسوبر ماركت، منطقة البناء، بالطيارة ممكن الطفل يكون كابتن، اللي هو نطلق الخيال للطفل أنه يجرب أدوار مختلفة ويكتسب مهارات حياتية اللي هي تحليل، التساؤل، كل هاي الأشياء من خلال اللعب وبمكان ممتع. فهذا روعة روعة. طيب في طريقة أو معينة تتبعوها في تعليم الأطفال داخل يعني اللعب؟ هل هناك مثلا في خطوات معينة، ولا هي مساحة كبيرة بيدخل مثلا على مبنى الفضاء وبيشوف، ولا في بيمشي ببروسس معين؟ هي ما في بروسس معينة، وهي هاي اللي منأكد عليها، لأنه هدفنا أنه نبعد عن التلقين. هذا أهم إشي، وبهمنا الاستكشاف والفضول أكتر إشي. فبهمنا الطفل يجي يطلع ويقول كيف هاي بتشتغل، طب ليش هاي عملت هيك. مثلا في عنا معروضة عن اللسان والتذوق، فهي عن ضمن جزء عن الحواس الخمسة، فبيجرب مثلا في لوحات عليها طعمات مختلفة بحطها عند اللسان، وبيحذر انه هذا مثلا بشار، هذا خشب، هذا كرز، هذا اشي زي هيك. جميل. فهي نبعد عن التلقين، في ميسرين تعليميين موجودين دائماً اللي يساعدوا، بس بنحب انه الطفل يكتشف. ونهجية التعلم هي بسيطة، تعلم من خلال اللعب، ادخل استمتع، اكتشف زي ما بدك والعب زي ما بدك لتكتشف. خلال 15 سنة يعني يمكن هذا السؤال جاوري، دخلت التكنولوجي كمان على المتحف 100%. هلا بنحاول انه احنا تكون التكنولوجي هي الأداة وليست الهدف النهائي، فبتكون بطريقة غير مباشرة. مثلا عندنا معروضة عن المياه في حياتنا، وهي تاتش سكرين بس كتير كبيرة من طول الطفل، وبيمارس عليها مثلا أسئلة وأجوبة، كيف أنا بستخدم المي خلال يومي العادي. فمثلا وأنا بفرش لساني أسناني كيف
بخلي الحنفيه مفتوحه ولا لا، والهدف منها قديش بستهلك مياه باخر النهار في بلد احنا عندنا مشكله مياه كبيره فيها. فهي لعبه وهي تاتش سكرين تستخدم التكنولوجيا بس بتوصل رساله يعني ترشيد المياه. مهم كمان الاجيال هاي الصغيره نشات على التكنولوجيا، واكيد انتم ما بنخاف عليكم بمواكبه هذا التطور. بس بنحكي عن انجازات المتحف خلال هاي ال 15 سنه، اهم انجازات وما حققه متحف الاطفال الاردن. الحمد لله كان في انجازات كثيره، اهم شيء انه وصلنا لاكثر من 3 مليون وربع من الزوار اللي قدرنا نخدمهم بهاي ال 15 سنه. اهم شيء يمكن احنا فخورين فيه انه عندنا مبادره متحفنا للكل، انه متحفنا مش بس للناس المقتدره او اللي بتقدر تزوره. في مبادرات كثيره لنتاكد انه عم نوصل لاكبر فئه ممكنه من الاطفال، بما فيها متحف الاطفال المتنقل اللي هو بيروح على المحافظات واحنا بنوصل للاطفال. الحمد لله حققنا من خلال المتحف المتنقل لحاله 300 ألف زائر، هو صار له 10 سنين بس مش 15 سنة، بس ضمن المبادرة كلها تقريبا قربنا نوصل على المليون مستفيد من هاي المبادرة من ضمن 3 ملايين. فإنه نوصل لأكبر عدد ممكن هذا هدفنا، إنه نجدد دائما بما نقدمه، إنه نحبب الأطفال بالتعلم ونترك هذا الأثر عندهم، إنه الأطفال كتير هلأ عم بيطلع جيل جديد كانوا يجوا على المتحف وهم صغار هلأ كبروا، فعم بيقولوا لنا كيف أثر فيهم المتحف، كيف خلاهم يفكروا بطريقة مختلفة. في ناس بدنا يعني يصيروا كتاب، مخرجين أفلام، علماء. هذا الأثر اللي عم بيتركوا المتحف عليهم شوي شوي. رائع. طب اليوم إذا حدا عم بسمعنا ست سوسن وبدنا نحكي له ولسه لليوم ما أخذ أطفاله على المتحف، شو ممكن تحكي له؟ شو بميزنا إحنا؟ ليش لازم يجيب اليوم قبل بكرة؟ بشكرك على هذا السؤال، لأنه هيك كثير ناس بتخاف من كلمة متحف أطفال وعندها رهبة، فبيفكروا إنه إشي كتير ممل. كتير ناس بتنبهر بس تدخل وبيقولوا ما كنا متوقعين إنه يعني ليش مش عارفه من زمان. وبعدين إنه كيف يعني إنه في فخر عندهم إنه عندنا هيك إشي بالأردن، بالنظافة، بالترتيب، بالأشياء المقدمة. إنه متخيل هي مثلا جهاز هضمي كتير كبير بدخل جواته الطفل، مش يعني عم نحكي عن إشي أكبر من أي إشي تاني. ألوان دايما، حتى الناس اللي بتيجي عنا بتقولنا دايما بحس بشعور بالسعادة وأنا داخل. فبدي أقول لهم جربوا زوروا مرة واحدة المتحف، الطفل عن جد رح يتعلم فيه بس، ورح يكتسب مهارات ورح يقضي وقت حلو، وكعيلة بنلاقيهم أنه قربوا على بعض لأنه في تفاعل بين الأهل وأطفالهم بالمتحف، وهذا إشي رئيسي مهم لنا جدا. جميل جدا. طيب إذا نحكي على المستقبل القريب، هل هناك أي يعني خطط للمتحف؟ هلأ إحنا متحمسين جدا على سيرة التكنولوجيا، عندنا معروضة كاملة، منطقة كاملة رح نفتتحها، هي إعادة تأهيل ومعروضات جديدة عن التكنولوجيا. جميل. هاي رح يكون افتتاحها إن شاء الله بشهر 7 على الصيف، عم نشتغل عليها وتم تصميمها وصناعتها كلها في الأردن، فما استوردنا إشي. رائع. هذا كثير كمان فخورين فيه. عندنا مهرجان الأردن للعلوم والفنون رح يكون في شهر 8 اللي هو مؤتمر للأطفال، كله ورش تعليمية وأنشطة وأشياء بدخلوا الأطفال ليتعلموا بس بطريقة مثيرة لهم ومحببة لهم. جميل. جهودكم جبارة. شكرا. ونعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله في الفعاليات الجاي، والصيف حافل يا جماعة الخير. اليوم أبنائكم خلال العطلة الصيفية بإمكانكم تخدوها. هاي عم وصلنا حتى الرسائل، المتحف فكرة رائعة جدا، كل نزع على الأردن اللي بيسمعونا خارج الأردن منروح هناك فخورين فيه، ولكن سنة عن سنة عم بنشوف إنه يعني بده شوية هيك، يقدر إنه دائما هيك في فعاليات حلوة وتتزبط أكثر وأكثر، وإن شاء الله هم على العهد دائما وأبدا. ست سوسن دلق المدير العام لمتحف الأطفال، شكرا لوجودك معنا، وإن شاء الله الأيام الجاي جميلة. الله يسلمك. شكرا كثير. ولا يهمك. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.